حطيت الجرافايت اوكسايد على الاسم، عملت دراسه للسوليد ماتيريال، وايضا عملت دراسه للليكويد ماتيريال باستخدام الجاز كروماتوجرافيك اناليسيس. عملت كاركترايزيشن للبريبيرد سامبل باستخدام الاكس راي ديفراكشن اناليسيس تو انشور ذا فاريج تشينج ان ذا كريستالاين ستراكشر، وسامبل جرامتريك اناليسيس تو ستادي ذا ستراكشر تشينج، والانفراريد سبكتروسكوبي تو ايدنتيفاي ذا فانكشن جروب اوف ذا بريبيرد سامبل، ترانسميشن الكترون مايكروسكوب تو ستادي مورفولوجي اند كريستالوجرافي فيتشر، الزيتا بوتنشال تو ستادي ستابيليتي اوف جرافايت اوكسايد سسبنشن، النيتروجين ادسوربشن ديزوربشن ايزوتوب ميمبرانز ذا تكتشر بروبرتي، والجاز كروماتوجرافي اناليسيس تو انالايز ذا رياكتنت. زي ما احنا قلنا ان احنا عندنا في الخطوه الاولى احنا عملنا اوكسيديشن للجرافايت، تحويله للجرافايت اوكسايد. اول تول استخدمتها عشان اكد تكوين الجرافايت اوكسايد كانت عباره عن الاكس راي ريفراكشن اناليسيس. زي ما احنا شايفين الثري بروجرام كان كل واحد فيهم بيوضح الايفكت بتاع بارامتر معين. اول واحد كان بيوضح الايفكت للايفكت اوف اوكسيديشن تايم على عمليه الاكسده للجرافايت. اول باتن كان بيوضح الجرافايت ماتيريال اللي كان بيظهر فيه 3 لاينز في الاكس راي. المين لاين كان بيكون موجود عند 2 سيتا 26.7، اللي كانت الانتنست بتاعتها بتقل كل ما كان الاوكسيديشن تايم بيزيد من 6 ل 12 ل 24. وايضا لو بنلاحظ ان كان بيحصل شيفت في اللور 2 سيتا، وده بيدل ان احسن جرافايت اوكسايد اتكون ده كان مكان التايم 24 ساعه. تاني حاجه درسنا كميه الاوكسيدايزنج ايجنت اللي هضيفه للجرافايت. هل كل ما زود الاوكسيدايزنج ايجنت للجرافايت ماتيريال عند تايم 24 ساعه ده كان هيبقى افضل في عمليه الاوكسيديشن ولا لا؟ لقيت فعلا ان انا عندي اليومين كانوا بريسد بيك للجرافايت، بدات ان هي يحصل لها ريموفال، وبدانا في تكوين الكاركترستيك بيك للجرافايت اوكسايد اللي كانت بتزيد بزياده الاماونت للبوتاسيوم بيرمنجنيت ريشيو. ايضا نفس الكلام لاحظنا ان وجود الفوسفوريك اسيد كان ليه نتيجه في عمليه الاكسديشن وحسن عمليه الاكسديشن. وزي ما هو واضح قدامنا التو سيتا شيفت تو لور انجل انتنسي اوف كاركترستيك بيك كانت بتزيد. وده بياكد لنا ان كان احسن عمليه اكسديشن للحصول على افضل جرافايت اوكسايد تكون كان عند تايم 24 ساعه، كان عند اعلى نسبه للبرمنجنيت للجرافايت ريشيو اللي كانت عباره عن 3 دراج للبرمنجنيت ووجود الفوسفوريك اسيد. عملنا ايضا السيمبر جرامتريك اناليسيس، لقينا ان احنا زي ما احنا شايفين ان احنا عندنا الكيرف كان علاقه ما بين التمبريتشر والويت لوس. لقينا ان انا كل ما كان الاكسديشن تايم بيزيد كل ما كان الويت لوس اللي عندي بيزيد، وده معناه ان انا حصل عندي اكسديشن اكتر وتكوين الاكسجين فانكشن جروب اعلى. وده برضو اكد لنا نفس الكلام اللي اكدته الاي ار ان كان افضل تايم لعمليه الاكسديشن كانت عند 24 ساعه. عملت تي جي اي ايضا للجرافايت اوكسايد اللي اتكون عند ديفرنت اوكسيدايزنج ايجنت، لقينا ان انا كل ما كنت بزود الكميه كل ما كان الويت لوس بيزيد لدرجه ان هو وصل 98%، وده بيدل ان انا عندي اوكسيديتد فانكشن جروب موجود على السيرفس اعلى واكد تكوين الجرافايت اوكسايد. وايضا لاحظت ايضا ان وجود الفوسفوريك اسيد زود عمليه الاوكسيديشن وزود عمليه تكوين الاوكسيجينيتد فانكشن جروب، وده دليل وده بيدل ان ايضا ان كان احسن جرافايت اوكسايد اتكون كان عباره عن وجود اوكسيديشن 24 ساعه و9 جرام من الجرافايت من البوتاسيوم برمنجنيت ووجود الفوسفوريك اسيد. عملت ايضا اف تي اي ار سبكتروسكوبي اللي كان زي ما احنا شايفين السبكترو كان عباره عن ريليشن ما بين الويف نمبر والترانسميتنس، لقينا ان الانتنس الكاركترستيك باند المكونه الاكسجينيتد فانكشن جروب اللي هي كانت عباره عن الهيدروكسيد جروب اللي كانت بتظهر عند 3500 والكربونيل جروب اللي كانت بتظهر عند 1700، لاحظنا انها بتزيد كل ما كان الاكسجينيشن تايم بيزيد وكل ما كان البرمنجنيت بيزيد ووجود الفوسفوريك اسيد. درست ايضا الزيتا بوتنشال ميجرمنت العينات الجرافايت اوكسايد اللي اتحضرت، لاحظنا ان كان بتدي اللوست فاليو، وده بيدل ان انا عندي الجرافايت اوكسايد اللي اتحضر هو اوبتيمم عند 24 ساعه، وكميه الجرافايت كميه البوتاسيوم بالمجريه كانت 3 جرام وفي وجود الفوسفوريك اسيد. درسنا ايضا التيم ايمج للجرافايت اوكسايد، لاحظنا ان هي زي ما احنا شايفين هنا في الجرافايت كان عباره عن ستيك لاير من الستيك لاير، ولكن في حاله الجرافايت اوكسايد لا اللاير بعدت عن بعض وواضح جدا عمليه الانتركليشن
اذا من هنا اقدر اقول ان كان احسن جرافايت اوكسايد اتحضر كان عند ريشيو 3:1 بوتاسيوم للمجنيت للجرافايت وفي حاله 24 ساعه وجود الفوسفوريك اسيد. اخذت الجرافايت اوكسايد ده وبدات ان انا اعمل له ريدكشن باستخدام تو ديفرنت ريدوسنج ايجنت زي الجرين تي والسوبر كريتيكال بيسمنت. زي ما انا قلت ان في الجرين تي استخدمنا ثلاث طرق، الريفلكس والسنجيت والاكستريت بوي فينو تكنيك. في حاله الريفلكس والسنجيت لقينا الكاركترستيك بيك للجرافايت اوكسايد قلت وبدات في تكوين الكاركترستيك بيك للجرافيت، لكن في حاله الاكستراكت البولي فينو تكنيك لا، لقيت ان انا عندي الكاركترستيك بيك للجرافايت اوكسايد اختفت وواضح عندنا تكوين الكاركترستيك بيك للجرافيت. وده بياكد ان كان احسن طريقه لتحضير الجرافين هي عباره عن اكستراكت بولي فينو تكنيك. عشان كده احنا اكدنا نفس الكلام ده باستخدام الاف تي اي ار، واضح ان الانتنسي اوف اكسجيتد فانكشن جروب قلت زي ما احنا شايفين، اللي هو الهيدروكسيد اللي بتزرع عند 3500 والكربونيل اللي بتزرع عند 1700. تاني ريدوسنج ايجنت استخدمناه كان عباره عن السوبر كريتيكال اسمنت اللي اعتمدنا فيه على دراسه ري كنترولينج بارامتر التمبريتشر والاور والتايم اوف ريدكشن وكميه الجرافايت اوكسايد للايثانول بريشر. احنا قلنا ان التفاعل ده بيتم في اوتوكليف نتيجه الزياده في الحراره بينتج عندي زياده في الانترنال بريشر، وده بيكون نتيجه للرياكشن اللي حصل في الاوتوكليف. لاحظنا ان انا كل ما كان درجه الحراره بتزيد من 150 ل 250 هتقول رياكشن كونديشن زي ما احنا شايفين ان الكاركترستيك بيك للجرافايت اوكسايد اختفت، لكن الكاركترستيك بيك وبدانا تكوين او يعتبر احنا حصلنا على الجرافين، ولكن ان انا كل ما كان التمبريتشر بيزيد كل ما كان ال2 سيتا بيحصل لها شيفت تو لور تو هاير انكل. وايضا لقينا ده معناه ان 250 دي كانت احسن درجه حراره عندها بيحصل عمليه ريدكشن ويعمليه الاكسفوليشن، لان في الاول زي ما احنا عارفين بيحصل اكسفوليشن لير وبعد كده بيحصل عمليه ريدكشن. لقينا ان احنا كل ما كان التايم بتاع عمليه الاكسديشن بيزيد عند 250 درجه لاحظنا ان البيت بيحصل لها برودنينج، وده بيدل ان احنا خلاص بقى قدرنا ان احنا يحصل عندنا كومبليت اكسفوليشن ونكون الجرافين ماتيريال. لقينا ان انا كل ما بزود كميه الجرافايت اوكسايد كل ما ده كان بيأثر على عمليه الريدكشن وتكوين سيل لير من الجرافين. نفس الكلام اكدته لنا الاف تي اي ار، لقينا ان انا كل ما كان بزود التمبريتشر لقينا ان الاكسجينيتد فانكشن جروب بتقل واللي هي بتزرع عند 3500 اللي هي انديكيتد للهيدروكسيد و 1700 اللي انديكيتد للكربونيل بتقل. ايضا بتقل برضه بالنسبه لزياده التايم وزياده كميه الجرافايت اوكسايد اماونت، وده بيدل ان انا احسن عمليه ريدكشن حصلت عندي واحسن عمليه اكسفوليشن وتكوين السيل لير من الجرافين ماتيريال كانت بتحصل عن درجه حراره 250 والتايم اوف ريدكشن 6 ساعات وكميه الجرافايت اوكسايد 5 جرام. درسنا ايضا السيرمر جيومتريك اناليسيس لعينات الجرافين اللي اتحضرت، لقيت ان انا كل ما كانت درجه الحراره بتزيد كل ما حصل ديكريس في الويت لوس، وده بيدل ان انا حصل عندي افيشنت ريموف للاكسجينيتد فانكشن جروب اللي عندي، وبدانا ان احنا يعني نسبه الكربون للاكسجين ريشيو بدات انها تقل. نفس الكلام اكدته الديفرنشال سيرمر اناليسيس، زي ما الليترشر كانت بتقول ان انا عندي بيظهر باند بتكون عند تقريبا 500، الباند دي بتكون انديكيتد للاس بي 2 هايبريدايز كربون، كل ما كان التنس بتاعت الباند دي بتزيد كل ما انا بيحصل عندي عمليه ريدكشن وتحويل الاس بي 3 اللي هي انديكيتد للجرافايت اوكسايد للاس بي 2 اللي هي انديكيتد للجرافيت. اذا برضو من هنا قدرنا ان احنا نقول ان 250 درجه هي كانت احسن درجه حراره بيحصل عندها عمليه ريدكشن. بدانا ان احنا بقينا نغير التايم، لقينا ان انا كل ما كان التايم بيزيد كل ما كان الويت لوس بيزيد، يعني معنى كده ان احنا ماشيين في عمليه الريدكشن والاكسجينيتد فانكشن جروب بتقل. وايضا الديفرنشال سيرمر اناليسيس ايضا لقينا ان الاس بي 2 هايبرزايز كربون دي كانت ان هي بيحصل لها زياده. لما جينا غيرنا الريشيو عند 250 درجه وعند 6 ساعات
و5 جرام للجرافيت اوكسيد مره ومره 3 جرام ومره 1 جرام، لقينا ان الانتنسي دي الكاركترستيك بيك هنا خلاص بقت 100%. يعني معنى كده ان انا عندي كل الكومباوند اللي عندي عباره عن اس بي 2 هايبريدايز كاربون. اذا انا عملت كومبليت ريدكشن للجرافيت اوكسيد وقدرت ان انا احصل على الجرافين ماتيريال. درست ايضا التكتشر بروبرتي للعينات اللي اتحضرت. زي ما احنا شايفين ان الايزوثيرم عباره عن ريليشن ما بين الريلاتيف بريشر والادزوربت فوليوم. لاحظنا من الكيرف ان انا عندي التايب اوف ايزوثيرم هو عباره عن تايب 4 ايزوثيرم اكوردنج تو برناور كلاسيفيكيشن. نوع البورس اللي اتكون هو عباره عن ميزوكورس ماتيريال، ده اكوردنج تو البور سايز ديستريبيوشن كيرف، وده برده نفس الكلام اللي اكده الابر ديفيجن للبي تي بلوك. وجدنا ان السيرفيس اريا من الكالكوليشن بتزيد من 50 تقريبا للجرافيت اوكسيد ل 220 للجرافين، وده بيدل ان انا حصل عندي كومبليت حصل عندي افيشنت اكسفوليشن وخلاص بقى عملنا ديس اوردرنج للماتيريال والسيرفيس اريا زادت، وبالتالي قدرنا ان احنا نحضر الجرافين. درسنا ايضا الجرافين. زي ما احنا شايفين الفرق ما بين عينات الجرافيت اوكسيد وعينات الجرافين، لاحظنا ان في عينات الجرافين خلاص احنا كونا ترانسبيرنت سيل لير من الجرافين. درسنا ايضا الايثانول الليكويد اللي ناتج من عمليه التفاعل عشان ان انا اقدر استنتج الاوكسيديشن ريدكشن رياكشن باستخدام الجاز كروماتوجرافيك اناليسيس. لقينا برودكت ديستريبيوشن كون من بتروكيميكال برودكشن زي الاسيلين برودكت زي الاسيلين وزي الاسيتالدهايد وزي الدايوكسيد ايثر وزي الاسيتون وزي الهيفي هيدروكربون، واللي كانت فيها الكونفرجن زي ما احنا شايفين من الكونفرجن كيرف اللي هو كان علاقه ما بين التمبريتشر وما بين الكونفرجن، ان احنا كل ما كانت درجه الحراره طبعا بتزيد يبقى اكيد الكونفرجن هيزيد، والاسيتون كان بيزيد. يعني زي ما احنا شايفين الاسيتون هو يعتبر عباره عن المين برودكت في الرياكشن. الهيستوجرام زي ما احنا شايفين كان علاقه ما بين الرياكشن تمبريتشر والسلكتيفيتي، وتش وار از مور سلكتيف، فلقينا ان الاسيتون هو عباره عن المين سيلكتيف برودكت واللي كان بيزيد بزياده الرياكشن تمبريتشر، وايضا لقينا الدايسايد ايثر بيزيد والاسيلين بيقل والاسيتالدهايد بيقل. درسنا ايضا الرياكشن لما كنا بنزود درجات الحراره لما كنا بنزود التايم لقينا ان الكونفرجن بيزيد والاسيتالدهايد بيقل بزياده درجه الحراره بزياده الريدكشن تايم. ايضا لقينا ان انا عندي في الهيستوجرام اللي بيوضح السلكتيفيتي لقينا ان انا الاسيتون بيقل بزياده الاور والدايوكسيد ايثر بيزيد والاسيلين بيزيد والاسيتالدهايد بيقل، ولكن ما زال الاسيتون هو محتفظ وان هو بيكون از مور سلكتيف. زي ما احنا شايفين الكونفرجن للجرافيت اوكسيد اموت لقينا ان انا كل ما بزود كميه الجرافيت اوكسيد كل ما كان الكونفرجن بيزيد بيوصل لحوالي 98%، والسلكتيفيتي لقينا ان الاسيتون بتقل الاسيتون بيقل ولكن هو مازال محتفظ ان هو بيكون المور سلكتيف برودكت. زي ما احنا عارفين ان الاسم في حاله السوبر كريتيكال ستيت بيبقى عنده القابليه ان هو بيفقد الهيدروجين كهيدرايد او الهيدروجين كهيدروجين برودكت. حاجة ان هو لو فقد الهيدروجين في هيدروجين بروتو بيقوي لي الاسيتالدهايد اللي بيشتغل كانترميديت لتكوين الاسيتون عن طريق الاندر كوندنسيشن رياكشن. From the characterization of graphite and the graphite oxide sampling may be concluded that the increase in the reaction time 24 اور والبوتاسيوم بيرمنجنيت للجرافيت اوكسيد ريشيو بتاعتها الواحد ان ذا بريزنس اوف فوسفوريك اسيد. اكس راي ديفراكشن اناليسيس قالت ان انكريس في الانتر لاير ديستنس من الجرافيت اللي هو 3.4 ل 12 و2.2. الاف تي اي ار اكدت الاكسديشن للجرافيت اوكسيد از انكريس ذا انتنسيتي اوف ذا اوكسجينيتد باند. السمر جرافيتك اناليسيس وضحت انكريس ان ذا ويت لوس ابون ثيرمال تريتمنت. التم وضحت تكوين وضحت الاكسفوليشن اللي حصل في اللير. الزيتا بوتنشال وضحت هذا لوس زيتا بوتنشال فاليو اللي كانت الجرافيت بتتحضر عن 24 ساعه و3 الواحد وبريزنس اوف فوسفوريك اسيد. فروم ذا ستادي اوف ذا بريبريشن ريديوس جرافين اوكسايد اوف ذا ريديوس جرافين اوكسايد ذا ريديوس جرافين اوكسايد شيت ار بريبيرد باي ريدكشن. زي ما احنا قلنا ان احنا حضرناه بطريقتين الجرين سي والايثانول، كانت افضل طريقه في للجرين سي كانت عباره عن الاكستراكتد بوليفينول تكنيك. في حاله الايثانول كان احسن عمليه ريدكشن
الكونسبشن حصلت عند تايم عند تمبريتشر 250 وتايم 6 ساعات والجرافايت اوكسايد امون كانت 5 جرام. فده طبعا احنا اكدناه بالديفرنت تول المختلفه الاكس راي والاف تي اي ار والسيما جرافيك اناليسيس والنيتروجين ابزوربشن ايزوتوب اللي وضحت السيرفس اريا بتزيد من 50 ل 250 والتوتال بول فوليوم زاد من 0.09 ل 0.2 اند ديكريز ان افريج اور ريتس. ايضا التم وضح ترانسبيرنت شيت انديكيتنج فيو لاير اوف جرافيك. From evaluation of the ethanol converted product, converted product كانت عبارة عن مالي الأسيتون والدايسان إيثر والأسيد والإيثيلين والأسيد الضغيط وconsiderable amount of heavy hydrocarbon. لأن أن الأسيتون was found to be the main converted product, the increase in the reaction temperature lead to an increase in the selectivity toward acetone formation. This may be attributed to layer expansion وتكوين اللير اكسبانشن وعمليه الريدكشن للاكسجين فانكشن. في حاله زياده الرياكشن تايم جرافايت اوكسايد امونت ليد تو انكريز ريت اوف ديهايدروجينيشن رياكشن اند انكريز ان ديهايدريشن رياكشن. وجهه نظرنا ان احنا لقينا زي ما احنا قلنا ان احنا تكون عندنا كونسيدرابل امونت من الهيفي هيدروكربون. زي ما احنا عارفين ان الجرافايت هو عباره عن لير من الجرافين بيكون الكربون فيها بيكون عباره عن هكسجونال كربون. الكربون بيكون موجوده في بنزين رينج. الجرافايت اوكسيد كان عندي اوكسجينيت فانكشن جروب. عندي اللاير بيكون عباره عن بنزين رينج وان اوكسيدايز بنزين رينج. الان اوكسيدايز بنزين رينج في عمليه الريدكشن اندر هاي تمبريتشر اندر هاي بريشر ممكن تتكسر وتكون لي الهيفي هيدرو كربون اللي دخلت وعملت انتركليشن للاير وسهلت الحصول على ترانسبيرنس اللاير من الجرافين. زي ما احنا شايفين قدام حضراتكم الانستجرام ده بيوضح جرافايت اوكسايد اماونت جرافايت اوكسايد اماونت والتايم. اذا احنا كل ما كان التايم بيزيد وكل ما كان الجرافايت اوكسايد اماونت بيزيد كل ما كانت كميه الهيفي هيدروكربون بتزيد اللي قدرت انها تعمل اكسبوليشن للاير وقدرنا ان احنا نحصل على ترانسبيرنس اللاير من الجرافايت. ثانك يو. احب ان انا طبعا اشكر استاذتي استاذه الدكتوره ساره مخايل تعبتها كتير معايا وشكرا على تعبها واستاذه الدكتوره دميه سعد محمد والدكتوره داليا رضوان وطبعا الدكتوره دلال والدكتور مجدي رئيس قسم الدكتور محمد عبد السلام ووالدي ووالدتي تعبوا معايا كتير وزوجي لا انا بالنسبه لي استفدت جامد بصراحه. حضرتك هتعرفي شرحت ولا لا؟ هعرف ان شاء الله. برافو. لا برافو.